بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على 3 مفاهيم أساسية عشان نبدأ الشغل بتاعنا بشكل مباشر. أول حاجة الكلاس. الكلاس قلنا ده شبيه أو لفكرة التيبل أو أقرب شيء، لكن هو مش زي كريت كلاس. الكلاس بنحط اسمه وممكن نكتب if not exist، بحيث لو كان مش موجود يتعمل، لو موجود ما يتعملش، ودي كلمة optional. ممكن نقول extends من سوبر كلاس تاني، يعني بيورث من كلاس تاني بحيث ياخد كل المفاهيم الموجوده في الكلاس التاني ويحطها جواه. ممكن نحدد الكلاستر، تمام، نحدد اسم الكلاستر بتاعه، لان طبعا عارفين ان الكلاس بيبقى البلو برينت، الفكره الرئيسيه، الميتا داتا، واللي بيخزن البيانات بالفعل الكلاستر اللي ريليتد بالكلاس. خلاص، ممكن يكون عندي اكتر من كلاستر، بكتب كلمه كلاسترز واحط عددهم، عايز احط كام كلاستر للكلاس ده. باي ديفولت كل كلاس ليه 1 كلاستر، تمام. التوصيفه بيبقى ليها كلاستر بقى بتشيل البيانات، اما التوصيفه هي الكلاس، تمام كده. وابستراكت ولا لا، اللي يعرف اوبجكت اورينتد بروجرامنج هيعرف ان هي ابستراكت، تمام. ابستراكت يعني هو مش هيتنفذ، احنا عاملين الكلاس بس كوصف عشان في كلاس ثانيه هياخد نفس التوصيف ده، هو معمول عشان التوصيفات بس، لكن هو مش معمول عشان يشتغل، تمام. دي كلمه ابستراكت. طبعا المفاهيم شويه واحده واحده، احنا بس هديكم شويه مفاهيم وبعد كده اطبق بس مثال كده واضح وصريح، تمام. يبقى حكينا يعني ايه كلاس، تمام، وكنا يعني ايه سوبر كلاس. لما يكون كلاس بيورث من كلاس معناها ان في شيء واخد شويه مواصفات والتاني هياخد منه نفس المواصفات زي الوراثه العاديه. توتال كلاستر نمبرز، لو احنا عايزين نعدد عدد الكلاسترز والديفولت بتاعنا بواحد. ابستراكت ديفاين كلاس ابستراكت، وده اوبشنال، ده معناه ان احنا مش عايزين نشغل له كلاستر، لكن عايزين بس نحط الاعدادات بتاعته عشان في واحد تاني هيورث منه وياخد منه البيانات دي. برضه ملاحظه، الكلاس من غير ما يبقى فيه بروبرتيز للكلاس دوت، خلاص الكلاس بالنسبه لنا يوزلس، تمام، ومش هنقدر نشتغل بيه اوبجكتس ولا اي كلام خالص، يعني لازم يحط فيه بروبرتي، عشان كده لازم نقول معاه البروبرتي يعني. بس قبل كده ادي نبذايه صغيره عن الكلاستر. الكلاستر بيتنشئ اوتوماتيك، تمام. ممكن اقول لا انا عايز اعمله بايديا عشان هحط فيه شويه اعدادات، اه ممكن في الحاله دي هشتغله بايدي، لكن قبل كده بس هوضح ازاي الالتر او ادروب الكلاس. ممكن اقول عشان ترانكيت الكلاس، طبعا بكتب ترانكيت بشيل، وطبعا دي معناها هديليت اول ريكوردز في الكلاستر ده، خلاص يعني همسح البيانات بس لكن مش هحذفه هو، تمام. بعمل حاجه اسمها ترانكيت، تمام، وسبيس وكلاس وسبيس واسمه وخلاص. طب في دروب، ودروب دي معناها ان انا هريموف الكلاس من اصله من السكيما بتاعتي بالديتا بالتوصيف بكل شيء، ودي دروب وكلاس واسم الكلاس، ماشي. وفي ان انا موديفاي او ابديت الاتريبيوتس او البروبرتيز اللي موجوده جوه الكلاس، تمام، ودي بستخدم فيها الالتر كوماند. الالتر كوماند ان انا اقول الالتر كلاس واقول له اسمه كذا واحط الاتريبيوت والفاليو بتاعته، الاتريبيوت والفاليو بتاعته، يعني مثلا النيم وكذا، تمام، او الالتر زي كده مثلا الالتر كلاس. طبعا دي هنا بقى اقول الالتر كلاس، يعني عايز اعدل في الكلاس اللي اسمه امبلوي وسوبر كلاس بيرسون، يبقى السوبر كلاس هيبقى البيرسون والامبلوي دوت وارث كل التوصيفات الموجوده في البيرسون. الالتر كلاس امبلوي سب كلاس زائد البيرسون، يعني هضيف البيرسون كسوبر كلاس الامبلوي، هي دي. ولو حطيتها ماينس بقى معناها شيل، لو بدل البلس دي خدناها ماينس بقى معناها شيل البيرسون بدل ما هو كان سوبر كلاس، لا مش هيبقى سوبر كلاس. انا بدي بس نبذه سريعه. الكلاستر قلنا ده كونسبت اساسي في الاورينتد بي، وهو اللي بيخزن البيانات والدوكيومنتس والفيرتسيز والكلام ده كله، تمام. هو ده المكان اللي بيخزن فيه جروب البيانات بتاع الريكوردز اللي متخزنه عندي في الايه في الداتابيس. واوتوماتيك الاورينتد بي هتكريت لك كلاستر لكل كلاس، تمام كده، وكل البيانات بقى هتخزنها هتتخزن جوه الكلاستر ده. هو بقى بيتعمل باي ديفولت، بس انا هقول لك برضو لو انت عايز تعمله يدوي تعمله ازاي. في كرييت كلاستر وتدي له كلاستر اسم، وممكن تدي له اي دي كمان بتاعه اللي هو كام على كام اللي هو الريكورد اي دي. كرييت كلاستر وسيلز بس، خلاص يبقى في كلاستر اسمه سيلز. طب عايز اعدل اسمه، اقول لك الالتر كلاستر امبلوي نيم امبلوي 2 كده. طب هترانكيت الكلاستر، يعني همسح كل البيانات اللي جوه الكلاستر ده، اقول له ترانكيت كلاستر اللي اسمه بروفايل او اللي اسمه اكس او اللي اسمه امبلوي اسمه كذا. طيب دروب كلاستر، ان انا طبعا اقول له دروب كلاستر واسمه، طبعا ده بيرموف الايه البيانات وبيحذف الكلاستر ذات نفسه. طبعا ده بسرعه بس، يعني كلاستر ازاي اعدله وازاي احذفه، الاوامر ايه. البروبرتي بقى، البروبرتي قصه،
مهمة جدا، معلش هطول معاكم شوية، بس الحاجات دي مهمة عشان أقدر أكريت ليكم أول كلاس نشتغل عليه. فهم التلات مفاهيم دول بيجوا مع بعض عشان أبني أول زي ما بيقولوا كده إيه اللي هو شبيه للعادية، إن أنا أبني أول تيبل فيه داتا. الأورينت بي دي بروبرتي، البروبرتي في الأورينت بي هي بتساوي الفيلد في الكلاس خلاص، والكولوم في الداتا بيس تيبلز العادية، الكولوم في الداتا بيس تيبل العادية. أكريت البروبرتي كرييت بروبرتي فور بارتيكولار كلاس، يعني لازم تكون جوه كلاس، بتكتب كده كرييت بروبرتي وسبيس اسم الكلاس امبلوي مثلا دوت النيم، يبقى دي البروبرتي وسبيس ونوعها سترينج. قبل ما اخش في الحاجات دي انا عايز اقول نوعها دي داتا تايب، يعني داتا تايبز يا شباب بتاعت الاورنج بي قويه جدا. الاورنج بي ما تعبتش نفسها فكرت صح، قالت لك انا مبنيه بالجافا في اخر كل الداتا تايبز بتاعت الجافا بالملي، وبقت موجوده جوه، ولذلك بقى قويه جدا وعندها تنوع جامد جدا. فعندها مثلا البوليان الانتجر اللي هو بيساوي على طول في الجافا، اللي يعرف جافا على طول، اللي ما يعرفش جافا هم معروفين بوليان ترو فولس، انتجر اللي هو ارقام صحيحه، شورت ارقام صحيحه صغيره، لونج ارقام صحيحه طويله، فلوت ودبل طول الارقام اللي فيها كسور، من الفلوت اصغر من الدبل في التوصيف الارقام العشريه. الديت تايم تمام، وفي السترنج المعروف، وفي الباينري اللي هو عباره عن مجموعه بايتس باينري تمام للصور وللفيديوز والكلام ده، في امبيدد خلاص، ودوت معناه ان ايه؟ ان الريكورد از كونتيند انسايد ذا اونر تمام كده؟ لكن الكونتيند ريكورد ده ملوش ريكورد اي دي، اللي هو في الجافا حاجه اسمها او ريكورد تمام كده؟ تمام. في انواع تانية طبعا، مش كل الانواع دي بقى محتاجينها قوي، بس انا برضو يعني جبت الانواع كلها بس تاخد فكره، حتى مش هفهمه دلوقتي مش مشكله، احنا اغلب حاجاتنا طبعا بالحاجات البسيطه، لكن مش معنى كده ان احنا ما نعرفش تمام. في الامبيدد ليست تمام، وفي الامبيدد ست، وفي الامبيدد ماب، كلهم ليست وست وماب، وموجودين زيهم على طول عندنا في البايثون، وموجود عندهم في الجافا في كله. واللينك واللينك ليست واللينك ست نفس الكلام، واللينك ماب طبعا ورا بعضيهم، يعني في منهم لينك وفي منهم امبيدد. مش محتاج قوي ان انا اوضح بالتفصيل دلوقتي الفرق ما بين الامبيدد وما بين اللينك، الا ما تيجي بامثله اوضحها عشان ما نضيعش وقتنا في على الفاضي، مش هستوعبها بشكل قوي جدا تمام. البايتس طبعا ده بيكون متخزن اقل من 8 بايت سايند انتجر يعني. وفي طبعا ترانسيند، ودي معناها اي فاليو مش هتخزن في الداتابيز، يعني كلينك مباشر لفايل بره او حاجه زي كده. في الديت، في حاجات بقى كاستم والديسمال طبعا، ده البيج ديسمال ده التفصيل الكبير قوي قوي، ما كنتش اعرف حاجه علميه يعني تفرق فيها قوي الحكايه بتاعت الارقام العشريه. وفي اللينك باج، دي حاجه زي اوريد باج، واني اي نوع من انواع غير محدد يعني. طيب يعني مش محتاج قوي تعرف قوي مني دلوقتي غير الديت الاني البايت مؤقتا حتى على الباينري مش هنصوم الوقت، لكن سترينج الدبل الفلوت اللونج الشورت الانتجر البوليان. طيب في حاجات تانية مهمه جدا، انت بتكريت البروبرتي زي المينيمم ممكن تحدد، اقل قيمه ممكن تخش، ممكن تحدد الماكسيمم اكتر قيمه ممكن تخش، ودي حاجه مهمه. في مانداتري تقول ترو او فولس، هو اجباري ولا ممكن الراجل ما يدخلش داتا فيه. ممكن تكتب ريجولار اكسبريشن، ودي معناها ان القيمه لازم تخش طبقا للريجولار اكسبريشن انت عامله تمام، يعني كونسترينت كده، او تمسح طبعا لو ما دخلش بالنوتيشن اللي انا محدده بالشكل اللي انا محدده تمام. وفي التايب طبعا، التايب اللي احنا قلناه من شويه تمام، بكتب اسمه. كليت مهمه عشان طبعا الناس تقول لك دي كيس سنسيتيف كيس مش سنسيتيف، لا هو كليت ويحدد، انت لو قلت له سي اس يعني كيس سنسيتيف، او تقول له سي اي يعني ايه كيس ان سنسيتيف، شوف انت عايز تحدد البروبرتي دي يبقى القيمه اللي جواها نصيه دي حساسه لحاله الحروف ولا مش حساسه لحاله الحروف. وريد اونلي طبعا يا ترو يا فولس عشان تقدر تحدد ده. طبعا لو حددت ريد اونلي لازم تكتب حاجه اسمها ديفولت فاليو عشان تحط له بقى اي ديفولت فاليو تبقى موجوده. ده كده نبذه عامه عن الكلاس والكلاستر والبروبرتي. نقدر بالشكل ده دلوقتي نبدا نعمل اول كلاس بكلاستر ببروبرتيز بتاعته، وليكن الامبلوي او اي مثال. نشوفها في فيديو ثاني وان شاء الله، والسلام عليكم.